النشرة السادسة، أهلا بكم. بعد أسابيع من الخلافات والتقاطعات تسعى أجنحة الإطار إلى الالتئام بعد العيد والبدء بمرحلة كتابة البرنامج الحكومي مع تربص الصدريين لتحركاتهم. أجندة ساخنة ينتظرها المشهد السياسي بعد عطلة العيد التي تبدأ من السبت وتنتهي الأحد. تسعة أيام من الاستراحة سيشهدها ميدان الإطار بعد أسابيع صعبة مرت في أعقاب انسحاب التيار الصدري. الإطار الذي غابت عنه صفة التنسيق في الفترة الماضية مع تضارب المواقف والخطابات بشأن المرحلة المقبلة يحاول كتم خلافاته والانشغال في كتابة البرنامج الحكومي والتحضير لإطلاق لجانه التفاوضية لاختيار رئيس الوزراء المقبل بعد العطلة. هناك لجان ستشكلها الإطار التنسيقي بعد العيد لغرض اختيار رئيس الوزراء أو انتخاب رئيس الوزراء في الهيئة القيادية التي سوف تشكل خلال الأيام المقبلة، أيضا بتوافق أغلب الكتل السياسية والتي أيضا هي معارضة نوعا ما التي لا تشارك في الحكومة المقبلة. أيضا هناك لجان تفاوضية مع هذه الكتل لغرض عدم استفزاز هذه الكتل. وتتزامن الصلاة الموحدة التي دعا إليها الصدر مع نهاية العطلة التشريعية للبرلمان واستئناف المفاوضات الرسمية بين الكتل، فيما يرى سياسيون أن التيار سيواصل حرب الاستنزاف واتباع سياسة التنغيص على الإطاريين بوسائل الضغط النفسي. غضب صدري متصاعد، وما يقوم به الصدريون هي حرب استنزاف بطيئة آخذة في التصاعد، شكل من أشكال الضغط النفسي والشعبي والسياسي على الإطار التنسيقي، أنا أسميه سياسة التنغيص من أجل تصعيب تشكيل الحكومة. ويستبعد مصدر مطلع وهو عضو فاعل في المفاوضات مع الكتل السياسية قدرة الإطار على تشكيل الحكومة واختيار رئيس للوزراء، مع تربص الصدر لتحركاته متوقعا التحاق أطراف داخل الإطار بالصدر والانسحاب من العملية السياسية بسبب اختلاف المواقف. قال النائب عن الحزب الديمقراطي الكردستاني محمد خليل إن البارتي لديه رغبة في إقناع الاتحاد الوطني بسحب مرشحه برهم صالح والذهاب إلى بغداد بمرشح واحد لمنصب رئاسة الجمهورية، مشيرا في تصريح ليو تي في إلى صعوبة تشكيل الحكومة من قبل قوى الإطار. حظوظ دكتور برهم صالح حظوظ قليلة، ولدينا رغبة أيضا نوصل مع أخوتنا في الاتحاد الوطني إلى اتفاق ولنذهب باتفاق إلى انتخاب رئيس الجمهورية، والتشكيلات الحكومة العراقية بعد العيد ستبدأ، ولكن هنالك صعوبات، هنالك معقلات، هنالك معاناة، مشاكل بين الإطارين أيضا، من يكون رئيس الوزراء، من يكون في المناسبة الوزارية، من يكون نائب رئيس المجلس النواب، مشاكلهم مع رئيس الجمهورية الحالية دكتور برهم أكثر ما تكون مشاكل الرئيس الجمهورية مع الحزب الديمقراطي الكردستاني. حذرت السفيرة الأمريكية إلينا رومانوسكي من استمرار خطر تنظيم داعش الإرهابي في العراق، مشيرة إلى أنه يحاول تجنيد الجيل الثاني عبر تدريب مزيد من العناصر في سوريا. رومانوسكي وفي مقابلة صحفية قالت إن عناصر التنظيم الإرهابي ما زالت تشكل جيوبا داخل العراق، فيما ذكرت بأن مهامها الأساسية هي العمل على دعم الأهداف المشتركة التي تضمنتها اتفاقية الإطار الاستراتيجي بين بغداد وواشنطن لتفعيل بعض من بنودها، ومن بينها تحويل مهمتهم في العراق إلى غير قتالية، مشددة على أن مهام القوات الأمريكية تركز على دعم بناء قدرات قواته وتقديم المشورة لضمان الهزيمة الدائمة للتنظيمات الإرهابية. أعلنت قيادة القوات البرية أن مجلس النواب اطمأن بشأن تشريع قانون التجنيد الإلزامي هذا العام، وتم تأكيد ذلك وأقر من قبل الحكومة. قائد القوات البرية الفريق الركن قاسم المحمد أشار في تصريح صحفي إلى أن هيئة التصنيع الحربي ستؤمن الأسلحة والأعتدة والعجلات
لتعزيز عملية النمو بشكل يليق بسمعة المؤسسة العسكرية، مضيفا أنه تم خلال هذا العام تشكيل 4 ألوية من الوحدات وإرسال قطاعات إلى البصرة والعمارة وكركوك وصلاح الدين، مبينا أن قطاعات الجيش والقوات البرية تمسك أطراف المدن باتجاه الخارج نحو الصحراء والحدود الدولية. أعلن المستشفى البيطري في ذي قار منع دخول وخروج الحيوانات من وإلى المحافظة لمكافحة الحمى النزفية. وأشار مدير المستشفى عماد الخفاجي في تصريح صحفي إلى توجيه الفرق الصحية بمراقبة ساحات بيع وشراء الحيوانات ورشها بمبيدات مكافحة الطفيلية القراد الناقل للحمى النزفية، مؤكدا ضرورة ارتداء القفازات والأحذية البلاستيكية من قبل القصابين والمربين للماشية منعا للإصابة بالمرض. توافد نحو 1,000,000 حاج على جبل عرفات فجر اليوم لأداء الركن الأعظم من فريضة الحج، وحدد موسم الحج هذا العام للفئة العمرية الأقل من 65 عاما مع اشتراط التحصين بالجرعات الأساسية من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، فيما تعالت أصوات تلبية الحجيج وسط أجواء إيمانية يغمرها الخشوع والسكينة، متضرعين بالدعاء أن يمن الله عليهم بالعفو والمغفرة والرحمة في خير يوم طلعت فيه الشمس. أعلن التلفزيون الرسمي الياباني وفاة رئيس الوزراء السابق شينزو آبي متأثرا بإصابته عقب إطلاق النار عليه خلال إلقائه كلمة في الحملة الانتخابية لمرشح الحزب الديمقراطي الليبرالي بمدينة نارا الغربية. وقالت إدارة مستشفى نارا الجامعي في مؤتمر صحفي إن شينزو آبي نزف حتى الموت وإن وفاته جاءت جراء إصابته برصاصة مباشرة في القلب وجروح في الجانب الأيمن من عنقه، مؤكدة أن الطاقم الطبي عجز عن وقف النزيف الذي تسببت فيه الرصاصتان. وبحسب مشاهد مصورة فإن شخصا أطلق النار من بندقية مصنعة محليا صوب رئيس الوزراء الياباني السابق ليسقط على الأرض. وسائل إعلام يابانية قالت إن المشتبه به في إطلاق النار هو بحار سابق في قوات الدفاع الذاتية في البحرية اليابانية مدة 3 سنوات ومن سكان مدينة نارا. السادسة انتهت، نلقاكم في 8 والمزيد من الأخبار. إلى اللقاء.